تعرف الدول العربية حالة من التغيرات السياسية الجذرية، كان الهدف منها تأسيس ديمقراطية وأنظمة جديدة. هذه التغيرات لم يعرف لها مثيل منذ تحرير هذه الدول من الاستعمارات الأوروبية المختلفة، وقد كان للإعلام الدولي والمحلي دورا مهما في التخطيط وفي تغطية مختلف التغيرات خلال ما عرف بالربيع العربي. أنا بشتغل في موقع إلكتروني بيقدم خدمة صحفية ناطقة باللغة الإنجليزية في مصر، وهو منشور عن مؤسسة اسمها المصري اليوم، اللي هي بتصدر الجريدة الأكثر انتشارا والأكثر توزيعا في مصر، وهي جريدة مستقلة بدأت في 2004 وكانت من أول الصحف المستقلة غير المملوكة للدولة اللي قدرت إنها تطلع وتقدم صوت معارض لنظام مبارك. في الإعلام يعني كان ليه دور كبير أصلا في الحشد للتظاهرات اللي أدت بإسقاط أنظمة تونس ومصر وغيرها، سواء إعلام مؤسسي، إعلام مستقل أو يعني إعلام مش إعلام دولة، أو إعلام بديل، كل ما هو شبكات اجتماعية على الإنترنت وغيرها. فالدور ده المفروض منتظر منه أنه يستمر، ولكن في أشكال جديدة. الشعوب العربية حصلها حالة من الاستيقاظ وإعادة اهتمام بالعملية السياسية وبالشأن العام، والإعلام بيلعب دور كبير جدا في تأجيج الحالة دي من خلال العمل على أنه يكون مراقب شرس ومستمر لكل السلطات وكل اللاعبين في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها، سواء كانت سلطات منتخبة برلمان، سواء كانت سلطات غير منتخبة، مؤسسات عسكرية. يجب على الإعلام أن يقوم بدور رقيب الشرس على كل هذه الجهات. في مصر أنا من مصر، فتجربتي في مصر كانت أنه كان أوقات كتير جدا من الصعب التفرقة ما بين كنا نشطاء ومعنيين جدا بحالة التغيير الجذري اللي بنمر فيها، ومسؤوليتنا كصحفيين، عندنا مسؤولية لتغطية الأحداث بقدر من الموضوعية، وكمان تباعد معين من الأحداث. ولكن في نفس الوقت تجربة تغطيتنا للثورات المختلفة في العالم العربي علمتنا أنه في ممارسة بديلة للصحافة المؤسسية، ما هيش معنية فقط بأنها تكون متباعدة عن الأحداث أو بتتعامل مع الأحداث كحاجة بعيدة ما لناش علاقة بها. بالعكس، التغطية الأعمق والأقرب للحقيقة هي بتكون نبعة من كنا منخرطين نفسينا في الأحداث، وأحيانا أيضا بنكون منحازين فيها للأحداث. نكون يعني مساهمتنا اسهمنا في هذه التغييرات ان احنا نكون جزء منها، فلازم يكون في تغيير مؤسسي اصلا على مستوى ممارستنا احنا للمهنه. المفروض يبقى عندنا حاله نقد ذاتي مستمره لادائنا ولممارستنا، لانه حتى لو احنا كنا في صحافه معارضه او صحافه مستقله او اعلام مستقل مش اعلام مملوك للدوله، عندنا اخطائنا. فجزء من الموضوع ان احنا اصلا يحصل عندنا حاله مراجعه للطريقه اللي بنشتغل بيها، ومن هنا كمان بقى يعني هيتحسن ادائنا وقدرتنا على الاندماج مع الحراك المجتمعي اللي حاصل في العالم العربي كله.